جلال حسين عارف، أستاذ طب الأطفال. من فضلكم حافظوا على نفسكم، خليكم في البيت، ما تروحوش حتة إلا للضرورة القصوى، على رأي الإنجليز بقى stay at home stay safe. دكتور محمود الزلباني، أستاذ طب أطفال جامعة اسكندرية. القعدة في البيت فرصة لينا لنحمي نفسنا ونحمي ولادنا ونحمي بلدنا ونحسن قدراتنا وعلاقاتنا الإنسانية. أنا دكتور عمرو عبازي، أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة اسكندرية. مصر اللي حافظت عليك، احفظها وخليك في البيت. إحنا في العيادة وفي المستشفى علشانكم. من فضلكم خليكم في البيت علشاننا وعشانكم. طارق الوليدي، أستاذ طب الأطفال كلية طب جامعة اسكندرية. أنا دكتورة أمنية بدر الدين، أستاذ طب الأطفال جامعة اسكندرية. عشان صحتك خليك في بيتك، عشان صحة ولادك وكل اللي بتحبهم خليك في بيتك. دكتور إيهاب الصاوي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. خليك بالبيت علشان تحافظ على أقرب الناس إليك، وإن شاء الله بعد شوية تقدر تنزل بالبيت. أنا دكتور مصطفى سلامة، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. تجنبا للعدوى وحماية للوطن خليك في البيت. دكتور ماجد عزت، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة اسكندرية. برجاء خليك في البيت. دكتور أحمد سعد، مدير عام مستشفى الشاطبي للأطفال واستشاري طب الأطفال. أنا عايز أقول لكم حاجة واحدة بس، خليكم في البيت. مساء الخير، دكتور ناجي شوحة، استشاري طب الأطفال وعضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال. خليك في البيت كلمة بسمعها كتير. هل يا ترى فكرنا نسأل نفسنا لمصلحة مين؟ هل هي مصلحتنا؟ هل لمصلحة أولادنا؟ مصلحة أهالينا، جيراننا أو اللي حوالينا؟ لو فكرنا في إجابة على السؤال ده هنقدر نوصل لنتيجة واضحة إن فعلا لازم نكون قاعدين في البيت. Stay home, stay safe.